قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إن شيوع ظاهرة القراءة في أوساط الأفراد بمجتمعاتهم ما هي إلا نواة لتشكيل أمة تقرأ، والأهم من ذلك أنها تعي ما تقرأ فتفرق بين ما هو غث وسمين، ليكون هذا الوعي بمثابة الأداة التي تعلي من شأن أمتنا في أوساط الأمم الأخرى. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح هذا اليوم بافتتاح الدورة 25 من مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين ورجالات الفكر والثقافة والصحافة والإعلام في المملكة احتفاء باليوبيل الفضي لهذا المهرجان. أكد معاليه أن مملكة البحرين وإيمانا منها بأهمية ما تشكله الثقافة للفرد، قد شجعت في دستورها الضامن الأساسي لحقوق الأفراد على البحث العلمي، فضلا عن كفالتها للخدمات التعليمية والثقافية لمواطنيها. وما مهرجان الأيام الثقافي للكتاب وغيره من المعارض المماثلة التي تقام محليا إلا ممارسة عملية لما تلقاه مثل هذه التظاهرات الثقافية من رعاية واهتمام من قبل الدولة بجميع أجهزتها. أضاف معالي أنه على الرغم من التطور التقني غير المسبوق الذي نشهده في الوقت المعاصر، والذي ساهم في إدماج المعارف ومصادر القراءة والاطلاع في وسائل تكنولوجية متقدمة كالهواتف والألواح الذكية، إلا أنه لا يزال للكتاب رمزيته المعنوية التي تجعل من الكثيرين يقبلون على مثل هذه المعارض لا لمجرد اقتناء كتاب، بل للعلاقة الرابطة التي تولدت بينهم وبين الكتاب في صورته الورقية على نحو لا يتنافى مع إقبال الآخرين على المنصات الإلكترونية للكتب غير الورقية ومنصات الكتب الصوتية التي كان لها نصيب وفرصة من الحضور والتواجد في هذا المهرجان، وهي مبادرات تشجع عليها بوصفها من المشاريع الرائدة على مستوى الوطن العربي. وحيا معالي في هذا الصدد مؤسسة الأيام للصحافة والنشر على ما يمثله حرصها على إقامة وتنظيم هذا المهرجان الثقافي منذ 25 سنة، وبصفة متواصلة واستقطابها لأعرق دور النشر والطباعة المحلية والعربية والعالمية ما يمثله ذلك من شراكة حقيقية ومطلوبة بين الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص ومؤسساته الأهلية، وذلك بهدف رفض الثقافة والمعرفة علاوة على كونها فرصة سانحة للاحتفاء بالمؤلف والكتاب والقارئ على حد سواء، وملتقى يجمع النخب الثقافية والفكرية تحت سقف واحد. بهذه المناسبة أعرب السيد نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للصحافة والنشر عن بالغ شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالرعاية الكريمة للمهرجان، لافتا بأن هذه الرعاية تؤكد الحرص الكبير على الجوانب الثقافية والحراك الفكري والمعرفي في مملكة البحرين، والذي توليه القيادة والحكومة أهمية بالغة. لطالما اعتبر الكتاب منارة للقارئ وضرورة من ضرورات المعرفة والارتقاء إنسانيا وحضاريا، وبه ترتقي الأمم. مهرجان الأيام الثقافي للكتاب يحرص أن يقدم كل عام بكم من العناوين في مختلف صنوف المعرفة والثقافة والفكر التي تعرضها دور النشر المحلية والعربية والأجنبية. أنا الحقيقة أشكر الأخوان القائمين على مؤسسة الأيام، هذه بادرة وطنية يشكرون عليها. تعزيز ثقافة القراءة أمر جدا مهم في أي مجتمع، المجتمع البحريني دائما مقبل على مثل هذه المعارض، استمرار لمدة 25 سنة هذا مؤشر نجاح ودليل على أن الأخوة في مؤسسة الأيام قبلوا هذا التحدي في الاستمرار. عادة العمر الافتراضي لمثل هذه المعارض يكون قصير لأن التحديات كبيرة، واليوم الإقبال على الابليكيشنز والإقبال على القراءة عبر الأونلاين أثرت على كثير من المعارض، لكن الأخوة في الأيام قادرين على الاستمرار، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير. نحن في وزارة التربية والتعليم نولي الكتاب باعتباره أساس في عملية التطوير وبناء القدرات للطلبة، سواء من خلال الكتب التي موجودة داخل المدارس أو من خلال مصادر المعرفة التي تديرها الوزارة في كافة المحافظات.
وسوف يكون فرصة طيبة لأبناء الطلبة والطالبات لزيارة هذا المعرض والاطلاع على ما هو جديد. إلى جانب التعليم، يعد الكتاب بوصلة التعليم الذاتي الذي يرتقي بالإنسان على مستوى الفرد والمجتمع، ويأخذ بيديه نحو المعرفة بكافة تفاصيلها المتفرعة. هذه المشاركة الثالثة في معرض الأيام، ومشاركة المرة بكتاب الخامس اللي هو عن البحرين وجدتي. أنا كاتبة قصص أطفال تتكلم عن علاقة الجدة بالأطفال، ويسلط الضوء على تقوية العلاقة بين الأجداد والجدة وبين الأحفاد، ونبي نعطي صورة أن العلاقة هذه أكبر مما يتخيلها أي يعني سواء الأمهات والآباء أو حتى الأطفال. تنقل لهم الموروث الاجتماعي كامل من خلال العلاقات هذه. مشاركتي اليوم أو المشاركة هذه تضيف لي الكثير. اليوم راح أوقع كتاب أو رواية، هذه الرواية اسمها خطوات نحو المستحيل، رواية واقعية أو قصة واقعية لشاب بدأ حياته $212، تحدى الصعاب وأنشأ العديد من المشاريع وأسس العديد من المؤسسات المالية. عمره ما بحث عن عمل، لكن كان يوجد فرص عمل عن طريق بس الفكرة والإرادة والمهارات القيادية. هي رسالة للشباب. إن المهرجان يسهم في تحريك الساحة الثقافية ويمدها بكل ما هو جديد من الإصدارات والمؤلفات التي تنتجها العقول والأقلام في الوطن العربي والعالم عبر الكتب المترجمة بكل اللغات، ليشارك في هذه النسخة من المهرجان 250 دار نشر من 17 دولة عربية وأجنبية. مهرجان الأيام الثقافي للكتاب استطاع أن يتوج نفسه كل عام كظاهرة ثقافية بطلاها الحرف والكلمة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.